بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال عز من قائل في الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعيش في زمن صعب، الفتن فيه كثيرة والانحرافات فيه كبيرة، البدع متواترة وجمة، انحرف الناس عن دين النبي صلى الله عليه وآله، كل يدعي بما يأتي به بأنه هو الدين القويم، ما يقول به هو نفس ما قال به النبي صلى الله عليه وآله، ولكن أين المفر؟ وكيف الخلاص؟ وإلى من نلتجئ؟ هل هناك أمان؟ هل هناك واق لهذه الأمور نقي به أنفسنا أو نقي بها أنفسنا، ديننا، عوائلنا، ذريتنا؟ كيف الخلاص من هذه الفتن ومن هذه الانحرافات ومن هذا الضلال؟ أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام قد بيّنوا لنا أنه إذا صعب عليكم الأمر ووقعتم في الشدائد عليكم بالدعاء، أن تدعو أيها الإنسان المؤمن المسلم للخلاص من الفتن، للخلاص من الانحراف. تريد أن تكون من السعداء؟ تريد أن تكون ثابتا على ولاية الله، على ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام؟ تريد أن تكون ممن يقول بما قال به النبي صلى الله عليه وآله ويعمل بما قد أمر الله وأمر رسوله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الأمة بإتيانه؟ عليك أن تدعو، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وآله، أن يقيك من الانحراف، أن يحميك من الضلال. عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء الذي كان السلاح للأنبياء، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح الأنبياء. هذا الدعاء له أثر، نفس الدعاء عبادة. وللأسف نرى أن بعضا من الناس يتهاون في أمر الدعاء. إخواني أحبتي أعزائي، إذا أردتم شيئا فارفعوا يديكم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المالك والرازق لكل شيء، ولمن أراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من فضله، أن يرزقه من خيره وبركاته. هذا الدعاء سبب ومفتاح ووسيلة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، للوصول إلى السعادة. فالدعاء له أهمية قد غفل كثير من الناس عن أهميتها، ذلك الدعاء الشريف الذي قد دعا الإمام الصادق سلام الله عليه وأمر الناس: إذا صعب عليكم الأمر وكنتم كالغرقى في آخر الزمان حيث تكون الفتن جمة والانحرافات كثيرة، عليكم أن تدعوا بدعاء الغريق. يا ابن رسول الله، وما هو دعاء الغريق؟ ترون أن الغريق يتشبث بكل حشيش، يريد أن لا يغرق، يحمي نفسه فيتمسك بأي شيء تمكن. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعلم الناس، يعلم شيعته في آخر الزمان بقراءة دعاء الغريق: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. عليك أن تكون ثابتا في قلبك على ماذا؟ على دينك، هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، أن تكون ثابتا في أدائك بالنسبة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. كان هناك عدة من الأفراد في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا مع النبي، ولكن انحرفوا عن النبي
بعد النبي صلى الله عليه وآله، جاهدوا في سبيل الله في ركاب النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وقفوا أمام نفس النبي، أمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن هذا المعتقد وهذا الدين، ولم يكن اعتقادهم ثابتا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قل في ذلك الزمان: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى ثبات القدم. ولهذا نرى بعض الأدعية الواردة خاصة في زمن غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا الزمن الخاص الذي نعيش فيه، هذه الفترة الزمنية المليئة بالانحرافات، ونحن بعيدون عن ولينا وعن حجتنا وعن حجة الله سبحانه وتعالى، بماذا ندعو؟ بما نقول؟ بماذا نتشبث ونتمسك؟ قال أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كهذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء. وكثيرا ما سمعتم وإن شاء الله قرأتم هذا الدعاء ونحن في غيبة الإمام سلام الله عليه، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نفسه، ثم يعرفنا رسوله ونبيه، ثم يعرفنا حجته، لأنه مع عدم معرفتنا بالحجة نكون قد ضللنا عن ديننا. يقول عليه السلام في هذا الدعاء: اللهم ثبتني، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. معرفة الإمام، معرفة الحجة لله سبحانه وتعالى، يكون صمام أمان من عدم الانحراف، لا يضل الإنسان، لا ينحرف عن الدين. اعرف حجة الله، اعرف الحجة والولي من قبل الله سبحانه وتعالى، لا تضل عن دينك. فمعرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الحجة في سلسلة واحدة، الإهمال في أحد أفراد وحلق هذه السلسلة يكون سبباً للانحراف، سواء المعرفة بالله أو المعرفة بالنبي أو المعرفة بالحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. ما عدا معرفتنا بالحجة لا نعرف رسول الله، ما عدا معرفتنا برسول الله لا نعرف الله، فما هو أثر معرفتنا بالله سبحانه وتعالى؟ أن نعرف الرسول ومن ثم نعرف الحجة، والحجة هو الدليل والطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هناك روايات شريفة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون في هذه الروايات على أن المعرفة تكون من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل الإنسان بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يترك الباري عز وجل الخلق بلا حجة ولا دليل. أذكر رواية واحدة، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما زالت الأرض إلا ولله فيها حجة، يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله. الحجة هو الذي يعرف الحلال والحرام ومن يدعو الناس إلى سبيل الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا معرفته ومعرفة رسوله ومعرفة حجته صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.